منتخب مصر لرفع الأثقال على مستوى مختلف الفئات، محقق إنجازات محترمة جدا، شاركوا مؤخرا في أكثر من بطولة عالمية، وحاليا بيشاركوا في بطولة دول حوض البحر المتوسط. طبعا عندنا كلام كتير جدا عن هذه الإنجازات اللي اتحققت والاستعداد للبطولات القادمة مع الدكتور محمد سمير، عضو مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال. برحب بيه في البداية، سعداء بوجودك معنا طبعا النهاردة. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك. صباح الهنا، منورنا. أهلا بحضرتك. يعني طبعا البدايه يا هوند، طبعا لابد ان احنا نسال طبعا الدكتور محمد عن الشكل العام الفتره اللي فاتت، ايه الامور كانت بالنسبه لكم ماشيه ازاي، ويمكن كمان يعني طمنا بشكل عام الاول قبل ما نتعمق بقى في كل الاخبار الخاصه بيكم. تمام، والله الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت يعني احسن كتير طبعا من زمان، ورفع الاثقال في تطور، انجازاتها الحمد لله الكل شايفها يعني، ووزاره الشباب والرياضه بصراحه يعني مهتميه قوي بالموضوع الفتره دي، والوزير بصراحه بيدعم الموضوع ده بقوة، لأنه شاف طبعا الإنجازات اللي رفع الأثقال بالأخص فيها يعني غير الألعاب الفردية كلها. وبما أنه رفع الأثقال كان في فترة إيقاف كانت مشكلة كبيرة قوي ليها، يعني من 2019 كنا موقوفين لغاية السنة اللي فاتت، احنا لسه مشاركين بقالنا سنة كده بنشارك، فإن احنا نرجع تاني، وأول ما رجعنا كان في بطولة عالم السنة اللي فاتت في كولومبيا، والحمد لله برضو كان إنجازها كويس جدا. الحمد لله الاهتمام كبير ناحيه رفع الاثقال، والوزير مش مقصر يعني. ازمه المنشطات والمشاكل اللي احنا واجهناها، وربما التوقف بسببها وبسبب اسباب اخرى، دكتور محمد ممكن تكلمنا اكتر وازاي تم برضو حل الازمه دي؟ والله المنشطات عموما في كل الالعاب الفرديه مشكلتها بس ان ما فيش رقابه عليها، واحيانا ما بتبقاش منشطات بس، يعني هو غالبا بتبقى فيتامينات غلط، لان اللعيبه الكبار كلهم او اللي بيوصل للمستويات العاليه دي دايما بيبقى مهتم جدا غير اي حد طبيعي، فبياخد مكملات غذائيه بزياده جدا يعني. كل حاجه في جسمه بيشوف لها حاجه، فكل واحد بيجتهد بشخصه، ده بقى اللي بيوقعهم في فخ المنشطات. طبعا المنظمه الدوليه بشخصه كبطل ده مش مقبول، المفروض يكون في رقابه من الاتحاد، المفروض يكون في حد معني بالملف الطبي والصحي يعني. بالظبط، ده اللي الواقع المفروض يحصل، لكن طبعا على قد الامكانيات المتاحه، في ناس بتقدر تعمل ده وناس ما بتقدرش. يعني احنا عندنا هنا مثلا في مصر عشان بنطلب نعمل تحليل للاعيبه اللي عندنا في الاتحاد، بيقعد كام شهر لما يجي لنا، يكون اللاعب طلع بطوله ورجع لو في حاجه كان زمان الدنيا باظت يعني. مفيش متابعه، فاللاعب على قد ما بيقدر بيجتهد، عايز يبقى كويس ويفضل كويس، فبياخد المكملات والفيتامينات دي، ممكن يبقى فيها حاجه بقى غلط هو ما ياخدش باله منها، مش شرط ان هو اخد منشطات صريحه يعني. وده اللي ممكن يوقعه في الفخ ده. بس مشكله كبيره طبعا. ايه اكتر الدول اللي بتعاني من هذه الازمه؟ والله بالنسبة لرفع الأثقال، كل الدول تحت الموضوع ده بصراحة يعني، لأن كل اللعيبة بتعتمد اعتماد كامل على الفيتامينات. اللاعب لو ما خدش فيتامينات في رفع الأثقال على مستوى العالم، مش مصر بس، ما مش هيحقق، مش هيعرف يدي الطاقة اللازمة ان هو يشيل كل الأوفر ده عليه. من بس في رقابة في بعض الدول، وبعض الدول الأخرى ما فيش رقابة. طبعا فيها نقدر نقول طبعا، او مش كله بيهتم بنفس الدرجه يعني. النقطه مهمه طبعا، يمكن هون اتكلمت فيها، لان كمان بتبقى الوعي البطل يعني، لابد ان هو يبقى في استشاره، لابد ان هو يعرض كل الامور دي عليكم، لان كله بياخد فيتامينات وكله بياخد مكملات، لكن ايه النسبه اللي تعلي وايه النسبه اللي تودي، لابد ان هو يكون معاكم بشكل صريح يعني. ومكون الفيتامين نفسه ممكن يبقى في حاجه من مكونات الفيتامين دي نازله جدول محظوره، فتوقف اللاعب وهو مش واخد باله. ولاعب كبير زي اللعيبه الفتره اللي فاتت، منهم طبعا ساره سمير، لما اللعيبه دي كلها توقفت مش واخده منشطات، ده دي حاجه غلط في الفيتامين اللي بياخدوه، بجهل خدوها وصلهم للايقاف، لكن هم طبعا مش قاصدين، مش لاعب كبير زي كده هياخد منشط بتعمد يعني. بالظبط. فالحاجات دي بقى هي دي الرقابه، وهي دي الاستاذه بتقول عليها، ان ما فيش حد بيتابع الكلام ده، او ما فيش حد مهتم ان هو يكشف على كل علبه دواء بياخدها اللاعب. طب ده كان مع الاتحاد او مجلس الاداره السابق، صح كده؟ في مجلس اداره حالي وجديد. تمام. وحضرتك عضو فيه طبعا. هل احنا نقدر نقول ان احنا هنشتغل على الاخطاء اللي عانى منها، او كان يعني للاسف سبب فيها برضو الاتحاد او المجلس اللي فات يعني؟ احنا بالفعل شغالين، وبالدليل على كده احنا ما بقيناش نضم اي حد للمعسكر غير لما نعمل له التحاليل اللازمه الاول، ونتاكد ان هو نضيف جسمانيا، ما فيش اي اعراض لاي حاجه زي كده. ولما بيجي طبعا في المعسكر بيبقى عليه كنترول كويس جدا، ومعانا دكاتره دلوقتي وفريق طبي، ان ما فيش حاجه بتتاخد غير عن طريقهم.